الشغل. يعني الشغل ببقى كنت حابب ابقى شغال في الفن وفي التمثيل وفي الاخراج. انا كنت بخرج مسرح وحابب ان الشغل ده هو اللي يجيب لي مصدر رزق يخليني اعيش بيه كويس. فاضطريت ان انا اشتغل مهن اخرى بجانب الفن عشان اصرف على الفن. زي ايه؟ اشتغلت كل المهن اليدويه اللي تتخيلها، نجار، حداد، نقاش، دي اشتغلت فيها كتير قوي يعني. عامل بقى في مصنع مش عارف، يعني حاجات كده كتير يعني. تمام.